صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة وفقرة بحلقة رياضية جديدة. أنا اسمي سماء وحكون مدربتكم لليوم، واليوم رح نركز على عضلتين كتير مهمين، وبرضو حنضيف عليهم عضلات تانين، بس أكتر إشي رح نركز على الجزء العلوي من الجسم. رح نستعمل اليوم نوع من أنواع الأوزان اللي رح تعتمد على وزن جسمنا وبنفس الوقت على وزن الأداء اللي رح نستعملها. اليوم حيشاركونا أحمد وسعد، وبتمنى الكل بالبيت برضو يشاركنا. زي دايما رح نبلش مع إحماء، رح نبلش مشي بمحلنا، نحرك إيدين وإجرين مع بعض. إحماءنا رح يكون قصير، وأكثر إشي رح نركز اليوم على عضلات البايسبس والترايسبس وشوي على الكتاف. هلأ مع الباي والتراي برضو رح يشتغلوا عضلات الصدر شوي وعضلات الرسوخ. هلا طول الوقت بدياكم تتنفسوا لنحافظ على استقامة صحيحة، اليوم كثير مهم، ونشد معدتنا لجوا. هلا بدنا شوي نبلش ركض بمحلنا، خليكم على أصابع إجريكم، وإذا لأي سبب من الأسباب مش قادرين تنطوا مشان ظهركم أو ركبكم، بتقدر تضلكم ماشي على الأرض. هلا بس بدي شوي نرفع درجة حرارة جسمنا ونحاول نحمي كل عضلات جسمنا، عشان كتير مهم لما نحمل أوزان أو نعمل تمارين مقاومة يكونوا عضلاتنا جاهزين لهاي التمارين. هلا بدنا نرجع ماشي بمحلنا، نحاول نرفع ركبنا لفوق قد ما بنقدر، نحرك إيدين وإجرين مع بعض. هلا بدينا نسكن اجرينا على بعض، ناخذ نطه من اليمين للشمال، مره يمين مره شمال، ما تبعدوا كثير عن نقطه الوسط، بس بدينا كل مره ننزل على الارض ننزل بركب متنيين. رح نعمل كمان 8 من هدول، 4 هون، 3، 2، وآخر واحدة. نرجع ماشي بمحلنا، ناخذ نفس كبير لجوا. هلا رح نبلش بأول تمرين إلنا، واليوم رح نكون عم نستعمل مطاط. طبعا هذا الأداء ممكن تلاقوه بأي محل عنده أدوات رياضية وسعره كتير معقول. هلا بدنا ندعس عليه بالإجرتين، إذا عندكم أوزان بالبيت ممكن برضو تستعملوا أوزانكم. بدي الكف يكون لبرا باتجاهي أنا، رح نرفع إيدينا لعند كتافنا ونرجع ننزل. ما ننسى نتنفس طول الوقت، وبدياكم تحاولوا تخلوا كوعكم بنفس المحل لما يطلعوا وينزلوا إيديكم، حاولوا ما تاخذوا كوعكم للأمام وللخلف. رح نعمل نفس التمرين أسرع هون لفوق ولتحت. أربعة، ثلاثة، آخر اثنين، وآخر وحدة رح نقلب الكف للخلف، شوي شوي نطلع لفوق، شوي شوي نطلع ننزل لتحت. هلأ برضو عم نستعمل عضلة البايسبس بس بزاوية مختلفة، ونفس الاشي انتبهوا لي على كوعكم، حاولوا تخلوا ثابت بمحله. كمان اثنين، شوي شوي، واخر وحده رح نعمل نفس التمرين اسرع هون لفوق ولتحت، وكمان اربعه من هدول، اربعه، ثلاثه، اثنين، واخر وحده رح ننتقل للعضله الخلفيه للايد الترايسبس. بديانا ندعس بس باجر وحده، الاجر الثانيه ورانا وكامله على الارض. هلا في جهه رح تكون اقصر من الجهه الثانيه، الجهه الاطول بدياكم ترفعوا ايدكم لفوق وتخلوا الكوع قريب على راسكم، نطلع لفوق شوي شوي وننزل لتحت. شوي شوي للجهتين، واهم شيء نحاول نخلي الكوع قد ما بنقدر قريب من راسنا. اثنين لفوق واثنين لتحت، كمان مره. هلا اذا حاسين ظهركم كثير عم بيقوس، حاولوا تقربوا الحوض وشدوا المعده لجوا.
احنا من نفس التمرين هون بس اسرع لفوق ولا تحت. أربعة، ثلاثة، اثنين، وآخر واحدة. أوكي، إيدينا زي ما هم ودعستنا على المطاط زي ما هو. رح نميل ظهرنا شوي لقدام، وبدي الجهة الأطول تاخذوا إيدكم للخلف. هلأ من الكتف للكوع ما رح نتحرك، بس إيدنا رح ترجع لورا ولقدام، لورا ولقدام. هلأ بدي إياكم تحاولوا تخلوا رسوخكم مشدود، وقطعة واحدة بدنا نرسم خط واحد من الكتف للرسوخ. رح نعمل كمان 8 هون، 7، عنا كمان 4 هون، 4، 3، 2، وآخر وحدة. هلأ رح نعيد تماريننا من الأول، بعدين نرجع نعمل شوي على الجهة الثانية. ادعسوا عليه. طبعا كل ما عرضنا المسافة بين إجرينا كل ما صار أصعب، كل ما صارت المسافة اللي بدنا نرفع لفوق أقصر. هلا رح نبلش شوي شوي. أول إشي عدتين لفوق وعدتين لتحت. رح نعمل كمان 4، شوي شوي لفوق شوي شوي لتحت، 3، آخر 2 بطئين، وآخر وحدة. هلا بدنا نعمل نفس التمارين أسرع لفوق ولتحت. 4 هون، 3، 2، وآخر وحدة. رح نقلب الكف للخلف ونطلع لفوق شوي شوي، ننزل لتحت. الرسغ لسه مشدود. هلأ رح تلاحظوا هذا التمرين حيكون أصعب من اللي قبل، وكل ما كررنا تكرارات أكثر كل ما صار التمرين شوي أصعب. رح نعمل كمان وحدة بطيئة. بدنا نعمل نفس التمرين أسرع لفوق لتحت، كمان 4 زيهم. آخر 2 هون، وآخر وحدة. رح ننتقل للترايسبس بس على الإيد الثانية، جهة قصيرة جهة طويلة. نرفع إيدنا لفوق وكوعنا ملزق براسنا قد ما بنقدر. رح نبلش تمريننا شوي شوي، المعدة مشدودة لجوا. رح نطلع وننزل شوي شوي لفوق ولتحت. اتأكدوا تكونوا بدلتوا إيدين وكوعنا قريب على راسنا قد ما بنقدر. إذا بتحتاجوا تريحوا إيدكم هاي ممكن تنزلوا المطاط على الأرض. رح نعمل كمان 2، وآخر وحدة إلنا زي هيك. نفس التمرين شوي أسرع لفوق ولتحت، كمان 4 زيهم. 4، 3، 2، وآخر وحدة. رح نميل ظهرنا لقدام والجهة الطويلة رح ترجع لورا. حاولوا تسكروا كتافكم على بعض، تفتحوا صدركم قد ما بتقدروا. رح نرجع إيدنا لورا. هلأ بدينا نحاول نرفع إيدنا لفوق قد ما بنقدر باتجاه السقف، ورح نعمل كمان 8 هون، آخر 2، وآخر وحدة. أوكي، بدينا نريح هون وننتقل لتمرين تاني رح يركز على عضلات الكتاف. رح ندعس بس في إجر وحدة، ونفس الإشي رح يكون عندنا جهة طويلة وجهة قصيرة. هلأ إيدنا رح تطلع لمستوى الكتف، ما ترفعوا إيدكم أعلى من الكتف. آخر 2 هون، نحمد إيدنا للجنب مستقيمة زي ما هي. وعندنا كمان 4 هون، 3، 2. رح نعمل وحدة من كل وحدة، وحدة لقدام وحدة للجنب، لقدام وللجنب. حاولوا تخلوا مسافة كبيرة بين كتافكم وجنيكم. بدنا نضلنا نتنفس طول الوقت. هي آخر وحدة هون،
جود. هلا هاي المدبرين نطلع لفوق ونكف باتجاه السقف. كمان أربعة، ثلاثة، آخر اثنين وآخر وحدة. رح نقلب على الجهة الثانية نعمل نفس الإشي. إذا عسوا إجركم خلوا الجهة اللي رح تطلع لفوق أعلى من الجهة الثانية. إيدنا رح تطلع على نفس مستوى كتفنا، وأهم شيء يكون الرسغ مشدود. نضلنا نتنفس طول الوقت. رح نعمل كمان أربعة لقدام، آخر اثنين. رح ناخذ إيدنا للجنب مستقيمة زي ما هي. هلا دائما الجزء العلوي من الجسم بيكون أضعف من الجزء السفلي، مشان هيك بنحب نركز عليه بالتمارين. آخر اثنين، احنا من واحدة لقدام واحدة للجنب. آخر واحدة زي هاي. إيدنا للأمام والكف لفوق لعند السقف، نطلع وننزل لتحت. هلا بديانا نرفع على نفس مستوى سدنا، وهلا من هون بس حاولوا تبعدوا ايديكم عن بعض قد ما بتقدروا. اهم شيء الكوع يكونوا مرفوعين على نفس مستوى كتافنا، بس الكتاف مرخيين طول الوقت. رح نعمل كمان ثمانية هون، حاولوا تبعدوا ايديكم عن بعض قد ما بتقدروا. وبدنا نتنفس هون، أربعة، ثلاثة، اثنين، وآخر واحدة. رح نرجع ندعس كمان مرة وناخد زاوية ثالثة من عضلة البايسبس. الكف باتجاه إجرينا باتجاه جسمنا، والرسغ مشدود قد ما بتقدروا. رح نطلع لفوق بإيدينا وننزل لتحت. هلأ اليوم عم نشتغل على مبدأ إشي اسمه بالرياضة سوبر سات. بدنا نحمل الوزن نوعا ما طويل على عضل نوعا ما ثقيل على عضلات صغيرة بتكرارات قليلة. كل ما حملنا أكثر كل ما كبرنا العضلة أكثر. ضايلنا كمان أربعة هون، أربعة، ثلاثة، سدنا مفتوح، اثنين، وآخر وحدة. بديانا من هون نسكر المسافة بين إجرينا، لأنه رح نرفع الإيدين للجنب، ناخذهم على نفس مستوى كتافنا. إذا ما بتطلع لفوق على الآخر عادي طبيعي. رح نعمل كمان ثمانية، سبعة، ستة، خمسة، آخر أربعة، أربعة، ثلاثة، اثنين، وآخر وحدة. رح نريح إيدينا، نبلش مرحلة الكول داون، نريح عضلاتنا عشان نعمل ستريتشنج بآخر تمارينا. أربعة، ثلاثة، اثنين، وآخر واحدة. هلا بدي اياكم تريحوا المطاطة على جنب، ناخذ ايدنا مستقيمة زي ما هي قدام صدرنا. من هون رح نثني ايدنا للخلف، حاولوا تحسوا بشوي اطالة اكثر بالكتاف. ورح نبدل الايد الثانية، نثني ايدنا للخلف نفس الاشي. ايدنا لقدام، حاولوا تنزلوا اصابع الاصابع ايديكم باتجاه الارض. نفس الايد بس الجهه الثانيه، الكف باتجاهكم. نبدل الايد الثانيه نفس الاشي. هلا بدنا نضلنا بهاي الوضعيه تقريبا بين 30 و 40 ثانيه. نبدل الكف باتجاهنا، اصابع الايدين للارض. هلا رح نمسك كوعنا، ناخذه ورا راسنا. حاولوا تخلوا دقنكم مدفوع طول الوقت، نظركم لقدام. ونبدل الجهه الثانيه نفس الشيء. رح نريح ايدينا من اليمين للشمال. بدياكم هون بس تخلوا ايديكم يمشوا من اليمين للشمال لحالهم.
أربعة ثلاثة اثنين وآخر وحدة. ممتاز، يعطيكم ألف عافية. هيك بنكون وصلنا لآخر حلقتنا، نشوفكم بكرة مع حلقة جديدة وفقرة رياضية جديدة. باي باي.